الإمامة مع محمد الخماسي. يا فهم على الراديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوتي يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. هذا الموسم الخامس، موعد يومي معاكم في مواسم الكل الدوامه من الاربعه للخمسه. شكرا للناس اللي تفاعلوا مع اول حلقات هذا الموسم، حلقه البارح وين كان ضيفنا المخرج عبد الحميد بوشناق. برشا كلام، برشا تفاعل مع تصريحاته ومع حضوره. سعيد جدا انه نتقابلوا اليوم مع ضيف اخر، ضيف باش نتعرفوا عليه توتسويت مع ايه بالغايب. ضيفنا اليوم الممثل مالك الملوك، محبوب الجماهير، محبوب كل الشعوب، السوبر سوبر ستار فتحي الهداوي. توا احنا سي فتحي نكبروا بيك ونحبوك، كمان شي ماكش مقصر معنا. نحن كميديا شنو نخدموا بالضبط؟ الميديا اللي هي خدمتهم تشعيل النار ومتراتر. باهي، اما انت قل لي في خضم هذا الكل، تشعيل النار، التسريحات، الخلافات، علاش عمرك كامل مسلكها؟ علاش عمري كامل انا مسلكها؟ على خاطر وقت الناس كل تدخل بعضها انا دمي يقعد ديما بارد. باهي باهي، اما انا راني نعرف السؤال اللي نرفزه. يومي سافا با، تو مالاد او كوا؟ شو دخلك انت؟ اسكو تو كوني سا؟ تو كوني سا؟ بالله العظيم كيفاش عرفت لي انا نسال على الفلوس؟ باهي، نقولوا مليون وانت طالع. مليون مازلت ما بديتش نحكي ناخذهم، مازلت في الدار ناخذ منهم برشا. وما وعيب للتداول على الفلوس، كلام على الفلوس، لانه هذا نوع فيه نوع من الصفقه. بربي يا سي فتحي ما تتغشش عليا، الامور راك مسيطر عليها. اول مره في حياتي نحس ان الامور فالته من يدي. باهي، توا قول لي شنو نعملوا؟ توا نخرج ولا ندخل ولا ما فهمتش؟ توا باش ندخلوا نضحكوا نلعبوا نشطحوا ما صار حتى شيء. ملا الممثل القدير فتحي الهداوي ضيفنا وضيفكم في الدوامة. ضيفنا وضيفكم غول الشاشة كما يلقب. سعيد جدا باستقبال فتحي الهداوي، أول مرة موجود في الدوامة. سي فتحي مرحبا. مرحبا سي محمد. شكرا أي بالغايب على البورتري هكا التاريخ شوية. تاريخ شوية. الله فيها أي بالغايب. شكرا. برنامج الدوامة سعيد باستقبالك في هذا الموسم الخامس، أنت من أول ضيوف هذا الموسم. وبطلب جماهيري كبير، يعني في كل المواسم تقريبا فتحي الهداوي اسمه مطروح بالبنت العريض انه يكون من ضيوف برنامج الدوامة. البداية تكون بالالتزام هذا سي فتحي، نعطيك تقراه ثم نبدأ الحوار. فك علينا الحكاية متاع الالتزامات، لانه هي مبنية على موفيز فوا. معناتها انت في اعتبارك اللي نعرفوا ان الالتزام هذا ونقعد بهت في العباد اللي صحوا عليه. قعدت بهت برشا ملا سي فتحي، قعدت مدة وانا بهت فوق 600 واحد كل ما نتفرج نبت. فبون فك علينا، انت جايبني ومتوسم فيه الصدق، متوسم فيك الصدق واتشرف بحضورك. الصدق احنا ذي مدام النوايا طيبة نجم ترفضو، نجم ترفضو. هو ما عندوش معنى بالنسبة لنا سي حشو بصراحة. محمد لازمك تراجعوا انت ذي الالتزام هذا، لازم يترى ملا، لازم مصداقيتك انت ملا، لازم في مجلس النواب يرجعوا اداء اليمين واداء القسم. زاد موضوع اخر، عاد هذاك موضوع اخر، هذاك موضوع شكلي يخص حاجات مؤسساتية. انت ماكش مؤسسة، انت برنامج. انا برنامج في مؤسسة، اي برنامج. أي. ما هو الا برنامج، عندي برنامج، عندي رؤية. انا فيه ردوندانس، يعني انت مادام جبتني مادام توسم انه انا باش نقول لك الحقيقة هكا ولا وهو كذلك. عندي ثقة، علاش ناكدوا على التأكيد؟ ترفض انك تصحح علي؟ ما نجمش، ما تنجمش. سابقة اولى، اول ضيف في البرنامج في خمسة مواسم يرفض يقراه. صار انه ضيوف يرفضوا يصحوا عليه، لكن انه ضيف نعرفه. انا نحن مغرومين بيك، راه نتبعوا. الله يخليك سي فتحي، مش 600 حلقه لمحله. ما الله يخليك، هذا ما فيه كفايه، حاجه تفرحني. البدايه تدسويت باول فقرات الحوار، نقبل واحترم انك ترفض الالتزام. لانك ديمقراطي سي محمد في عمقك. عندي شويه ديمقراطيه برش في العمق وفي الظاهر زاد. بين البين فما شويه ديكتاتوريه فما بيناتهم. نتعديو تدسويت لاول فقرات الحوار. زون فيرت. سي فتحي، اول حاجه نحكيوا عليها نقولوا مبروك انضمامك لاذاعه يا فام، مبروك تقديمك لبرنامج نهج التريبيونال بعد غول الشاشه. فتحي الهداوي في تجربه اذاعيه جديده بعد المنصف باي في الاذاعه الوطنيه، نهج التريبيونال على اذاعه يا فام. مبروك لنا الكل، مبروك انه نزيدوا حجره في البناء هذا ونفتحوا مجال اللي هو مجال نوعا ما الدراما الإذاعية اللي عزيز عليا برشا شخصيا. ونعتبر اللي كل الممثلين لازم يراوحوا ما بين المسلسلات والمسرح والسينما، وكذلك الدراما الإذاعية اللي عندها
نفس الأهمية، في بعض الأحيان تولي انكونتورنابل، معناها تولي لا مفر منها، لا مفر منها، ضرورية باهية للتكوين نتاع الممثل وباهية لأنك تحل ليفونتاي مروحة تحلها أكثر ويكون فما الدراما الإذاعية حاجة مهمة برشا. اليوم بعد التجربة والمسيرة الكبيرة هذه الكل، فتح الهداوي مسيرة عربية، نجم عربي فتح الهداوي والتونسي، يقول مازال البحث على التكوين ومهم في تكوين شخصية الممثل التجربة الإذاعية. إذا وفات تكوين، يعني إذا وفات طموح من أجل أنك تعمل ما أحسن، فأنك يزمك تبطل الخدمة، معناها حجيرات المخلة ترقد على أذنيك مش وفيد. حل مش حل, مش حل. ونفس الشيء بالنسبة لكم انتم طبعا لازم الواحد يتجدد ويبحث على آلية التجديد. فتح الهداوي غول الشاشة، هذا رأي المشاهدين الكل، رأي الناس حتى اليوم اللي عارفوا أنه فتح الهداوي باش يكون ضيفنا. لكن السؤال اللي تطرح، هل يطمح فتح الهداوي أنه يكون غول الإذاعة أيضا؟ هي ساعة غول، هذه الحقل الدليلي متاع الغول والعبابث وكل هو بون. نتفهم أنا أنه يطلع عليك ان سلوغان، معناتها نعت ينعتوك بحاجه وصف كي شوف كي يقول غول فتح الهداوي ايه؟ يعبر مشكور النوايا الطيبه. انما لا، هو الاذاعه ما عنديش طموح ان نكون كما كان، عمره ما كان عندي طموح ان نكون غول في حاجه. الاهم حاجه هو انك تستمتع بالشيء اللي تعمل فيه وتركز عليه، وفي المتعه والتركيز هذاك العطف نتاع الناس ومحبتهم هي نتيجة طبيعية لهذا. أهم شيء التركيز على الشيء اللي نعملوه فيه والاستمتاع باللي يعمل فيه، والاستمتاع اللي يعطي الحب ياخذ الحب بطبيعة الحال. قد ما تعطيها المهنة هذه، في المقابل هي تعطيك المودة وتعطيك الاحترام وتعطيك السمعة إلى آخره. يستمتع فتح الهداوي اليوم بنهج تريبيونال؟ يعني مستمتع. مستمتع. فن سرد جرائم القتل والأحداث هكا اللي تخوف شوية، فيها دموية، فيها مواقف صعيبة، يستمتع. مواقف درامية هي. وفي ذلك فما تقاطعات مع التراجيديا، فما تقاطعات، لأن هي شنو؟ الجريمة هي فعل إنساني. معناتها في الاكستريم، يعني تيبوس الاكستريم، فكل شيء تراجيدي هي تجربة إنسانية مدفوعة حتى للأخير بتاعها. ففي هذا فما تقاطعات مع التراجيدي، وفما تقاطعات مع الدراما، وبالتالي ثم تقاطعات مع التجربة الإنسانية العنيفة والحزينة في أحيان كثيرة. به هيك نحكيه على كواليس أول حلقة. سي فتح الهداوي عنده النص وبش يبدأ يسجل، بش يصب صوته في أول قضايا نهج تريبيونال في هذا الموسم. كان فما تحضير خاص فتح الهداوي؟ فما خدمة مع روحك قبل ما تطلع قدام الميكرو؟ فما كيما باش تحضر شخصية ولا باش تحضر دور، هو أنك تفكر فيه، أنك تحاول تشوف المنطلقات متاعه والجوانب متاعه، ولكن في فترة ما، في لحظة ما، كيما واحد يرمي روحه في المجهول أو يرمي روحه في الماء. هذه طبيعة خدمتنا متعودين عليها، أنه تلملم روحك، تحاول كذا تحاول كذا، تفكر كذا، وبعد تجي فترة مع الفوسلونسي دون الفيد. وهذا هو. وكانت القفزة الأولى، كانت القفزة البارح أول لقاء مع المستمعين، تاريخ 2 سبتمبر 2022، أول لقاء فتح الهداوي في نهج تريبيونال بعد البوليميك الكبيرة اللي صارت، بعد جدل كبير على الفقرة، على البرنامج، محمد السياري وغيره لذا الديوان فهم، صارت البوليميك هذية. أول لقاء فعلي مع الجمهور فتح الهداوي، سمعت روحك البارح؟ سمعت مش كل، ما سمعت هكا بعض ال، يعني سمعت تقريبا 10 دقائق تقريبا. بيه سمعت اكزرسيس صعيب، راه واحد يسمع روحه من الحاجات الصعيبه برشا. لا عادي، لازم تسمع روحك بدون عقد، تسمع روحك بدم بارد وبراس بارده، مش بالعواطف، تسمع روحك بشيء يشبه الموضوعيه، باش تكون فاهم وين مناطق الظل نتاعك، وين نحسن، وين نزيد، وين تحسن، وين كذا، شغل يعني، عمل خدمه. فما بعض الاصدقاء ما راجع تعتبرهم اللي فتح الهداوي يكلمهم قال لهم اسمع واعطيني رايك؟ لا، ما طلبت من حتى حد يسمع واعطيني راي. يعطيني رايه، لانه باش تسمعه باش يعطيني رايه، اللي يحب يعطي رايه باش يعطي رايه. اما انك تطلب من الناس يسمعوا، لا ما طلبتش من الناس يسمعوا، ولكن بصفه تقريبا اوتوماتيكيه انه
أصدقائك وعائلتك كل باش يسمعوا باش يعطيوا رأيهم وفي آرائهم فما الصائب وفما اللي هكاك وبرا وفما اللي يأخذ بعين الاعتبار وفما اللي موضوعي وفما اللي مجاملة حسب كيما كي تعمل شخصية تعمل دور في مسلسل كيما كي تعمل شخصية ومسلسل. بعد الفاصل نحكيو على الرهان. هل كان رهان صعيب عليك فتحي الهداوي باش تاخذ برنامج ناجح؟ التحدي كان غاديك ولا لا؟ نحكيو أيضا على رمضان 2023 فتحي الهداوي باش يكون موجود المسرح ونقطة استفهام كبيرة. برشا ناس يقولوا المسرح التونسي خسر فتحي الهداوي الممثل المسرحي اللي اختار انه يبعد والدراما العربية نقاط استفهام يجاوبنا عليهم. فتحي الهداوي بعد الفاصل خليكم معنا رجعين. الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد ناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم ضيفنا اليوم عملاق الشاشة، ما يحبش كلمة غول، ما تحبش غول فتح الهدي. حتى عملاق ما عندك غول حتى عملاق ليه؟ شو التسمية اللي تفرحك؟ الفنان الممثل النجم ممثل الممثل فتح الهداوي. نقعد معاك في التحدي وقيمة التحدي. برنامج نهج تريبيونال، برنامج ناجح، من أكثر البرامج استماع في تونس. انك تاخو برنامج نجاح فتح الهداوي، هل يساوي نجاح فتح الهداوي وهو نجاح مضمون، ولا فما تحدي ورهان اخر انك تحافظ على بريق البرنامج؟ مانيش في ورد المنافسة والمقارنة، لكن البرنامج طبعا البرنامج عنده تاريخ باهي برشا وعنده يتمتع مع سي محمد سياري بنسبة مشاهدة عالية برشا. هذا كله بطبيعة الحال مهم، لكن بالنسبة لنا هذا الدافع أنه نعمل حاجة باهية في مستوى سي محمد إن شاء الله نوصلون كيفه. تواضع ولا كلام صراحة؟ محمد إلى بلاسي لبار أوت، يعني حتى على البار ولا فما نوع من كيفاش التلاصق أو الالتصاق اسمه وبين البرنامج. أنا هذا مانيش في وارد المنافسة. أنا بالنسبة لي أنا مجال أو اتجاه باش انا نفتو ونخدمو ونعمل عليه كيف. فهمت؟ عمري ما قارنت روحي بحد، حتى في التمثيل ما عندي حتى اي مقارنه مع حد. طريقه خاصه بي كل حد كما قلت انا في برنامج سابق في اذاعه شقيقه نتاعكم انتوما، قلت اللي هذه سيتون انتربريتاسيون في مزيكه في مع صديقنا هادي زعيم. قلت سيتون انتربريتاسيون يعني هي نوع من التاويل. وقلت وعطيت مثال نتاع كي نغني انا وياك سي محمد نفس الاغنيه اتكستيغا كل واحد مش نفس الاغنيه، هي في المحاصره تولي مش نفس الاغنيه صح. كذلك الادوار، انه انت تعمل انا وياك نجي ونعملوا الدور الفلاني مانيش نخدموا طبعا في الدوامة الذاتية نتاع سي محمد السياري اللي هو في الفورميلاسيون نتاعه وصل المستوى ممتاز مرموق، وهذا يدل عليه الحضور الجماهيري والوديمات اتسيترا. هو الذاتية نتاعه هي اللي لعبت دور كبير. انا الذاتية نتاعي باش تحاول تلعب حاجة مختلفة، ودائما المقارنات ماهيش علم صحيح في رأيي. لا، المقارنات ماهيش عمودية، المقارنات تنجم تكون أفقية. يعني كيفاش نقارن مثلا نقول سي محمد الخماسي باش نقارنه بنوفل ولا بالهادي ولا بسيلياس الغربي ولا كذا، مش مقارنه شكون خير، مش هكا باش تكون هكا افقيه مش عموديه. مش نبلاسيو شكون اعلى من ولا شكون. مش افضل والاعلى صح. والافعل هذوك كل لا ديفيرونس، لكن يتقال ذاتيه كيفاش ذاتيتك انت كي تقدم برنامج، كي تحاورني انا، طريقتك في المحاوره، الذكاء نتاعك، الفتنه، الروح اللي تعطيها تصبخها على البرنامج نتاعك حتى تولي خاصه بيك. هذا اللي توصل له سي محمد ساري في الخدمه نتاعو، هذا اللي توصل له سيلياس الغربي كي يعمل تحس اللي خدمه فما بصمه خاصه، بصمه فوالا سي لومبرانت كي مزانتي اكزاكتومون ايدونتيتي تولي تتعطى للبرنامج. ابسوليومون الذاتيه هذه اللي نحكيوا عليها، الذاتيه يمكن اللي ميزت فتحي الهداوي حسب راي النقاد، حسب برشا متابعين للشان الثقافي والفني بصفه خاصه، يقولوا فتحي الهداوي تميز على ابناء جيله انه حافظ على الاستمراريه نتاعو وعرف انه يجدد روحه ويجدد الياته لمده سنوات. باش يتفسر اليوم فتحي هو الاسم الابرز في جيل كامل. ما هي دي رجعنا الافعل زادت، هو الابرز هي افعل.
جيل. لكن هذا واقع فتح الهداوي، نخرج من التواضع الزائف لأنه نوع من الغرور. لا لا هذا حكم قاسي. لا لا قلت نخرج من التواضع الزائف. مانيش في التواضع الزائف، مانيش في التواضع الزائف حقيقة أصلا، معناتها التخريج من فضاء اللي هو مش موجود أصلا. لكن تسمع أنه يتقال فتح الهداوي الأفضل، قولوا أفضل بالنسبة للناس خرين، فمشكون أفضل بالأفعال احنا توا. لكن المهم هو في الميدان تحكي على التمثيل، كل ممثل عنده المسيرة متاعه وعنده طريق خذاه اللي هو نحن نتوقعه، اللي نحن مسيطرين على 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 مصيرنا. هو في الواقع قدير ربي أنه يحطك في طريق أنت تسعى لحاجات، لكن الظروف والملابسات والقدر يحطك في وثنية وينتهزك. انا اعتقد ان نفس الشيء بالنسبه لك انت، ونفس الشيء بالنسبه لاي انسان في الحياه هذه. صحيح. هو نحن نقول لكل مجتهد النصيب، اهم حاجه انه كل واحد يجتهد في العمل نتاعه ويحاول يعمل احسن حاجه يتمكن باش يعملها، لانه المنافسه الانسان المنافس نتاعه مش الاخر، المنافس نتاعه هو روحه ساعه. كيفاش ممكن في كل مره تزيد درجه حاجة. تطلع درجه تحسن من روحك بالنسبه لروحك ساعه، بكل تداعيات ونتائج طبيعيه انك انت لمعت سي محمد الخماسي، المع ما بين عشرات من المنشطين في اذاعات والتلفزيون، هذيك نتيجه طبيعيه لاجتهادك لخدمتك وتوفيق من رب العالمين في الاخر بكل راحه. طبعا التوفيق من رب العالمين. اليوم نحكيو على 2023 فتح الهداوي. لو نحلوا محاور واختار انا الملف اللي نبداو به الاولاني، سينما تلفزه مسرح، اللي تحب لك حريه الاختيار. فتح الهداوي سينما. السينما التونسية بعد فيلم فرطته الذهب، وكان ذي في البارح مخرج العمل عبد الحميد بوشنيق قال انه العمل مالوريزمون ما خذاش نصيبه، عمل يستحق اكثر من هذا، ما خذاش حقه، قال تو يتفهم في قادم السنوات. راضي على التجربه في العمل هذا فتح الهداوي؟ مع عبد الحميد تجربه مميزه، ديما مع عبد الحميد فما حاجه مميزه، سواء كعملنا النوبه عشاق الدنيا الجزء الثاني، وكعملنا الفيلم صورناه قبل، وكعملنا كذلك كي ضيفني في كان يا ما كانش. كان دائما انا نحس انه مع عبد الحميد فما حاجه مميزه، معامله خاصه، بلس ان بلس في الخدمه نفسها، معامله اجتماعيه خاصه، احترام متبادل. انا صاحبوه نعرفه صغيرون، لكن نحس بالعزيزه ونحس بالفخر نشوف اللي عبد الحميد قاعد يتطور ويفتح في مجالات متعدده. دونك انه الفيلم فرطته ذهب خذاه ولا ما خذاش، مازال هو مازال كيبدا الفيلم، مازال كيبدا، وجا في فتره صعيبه وصورناه في كوفيد، وفي والتوزيع نتاعو كان شويه صعيب لانه خرجنا من فتره ودخلنا في فتره ثانيه، فالفيلم مازال صغير، مازال في العمر، هذا اللي قالوا عبد الحميد، مازال صغير بكل في العمر، مازال بيبي يعني، مازال نصبروا عليه هيك، نصبر عليه تو يتفهم وتو يتشاف وتو يستمتع به الناس ويشد ثنيته ويشد ثنيته. فما أعمال أخرى ما تروح اليوم؟ عندي اقتراحات أفلام أجنبية. أجنبية في تونس ليه؟ في تونس فما حاجات مازلت ما حسمتش فيهم، أما الحقيقة عندي تقريبا قدمت شوية فيما يخص بعض الاقتراحات اللي خارج تونس. سمعنا ديرنيرمو انه يمشي اكثر للسوق العالميه فتح الهداوي اكثر منه السوق العربيه المره هذه. والله كما قلت لك قبيله، هذه اقدار، معناتها هذا احنا نتبع، واحد يتبع بالحدس نتاعو الحاجه اللي ممكن يكون فيها اكثر يسميوز، معناتها يستمتع اكثر، ويخدم خير ويحسن ويطور من روحه الى اخره. اللي باش يصير باش يصير، نحن نتبعه واللي فيه الخير ربي يسهل فيه. فوالا في الاخر بكل ما لي وراه هكاك، ربي فضلك واللي فيه الخير ربي يسهل فيه، وكل هكا بدايه وهكا نهايه وما بينهما محاولات كلها محاولات في الاول والاخر، توفيق من عند ربي. دونك سينما نحكيو على اعمال عالميه في تونس، مازال ما فما حتى شيء رسمي. نحكيو تلفزه، سمعنا انه فما بعض الاعمال سيئه بدات تكتب في الطور الاخير من الكتابه، هل فما اتصالات مع فتح الهداوي؟ فما بداوا شويه اتصالات، لكن شيء مازال ما تبلورش بالقدير، ما فما حد شيء واضح المعالم. تعامل جديد مع سامي الفهري؟ مازلنا ما تبلورش.
نعرفك كريم اكثر من هكا. لا اذا كان فما حاجه واضحه نقول لك. الاتصال مع قناه الحوار انا باتصال ديما مع قناه الحوار، بقى كونه باش نعمل مع سامي ولا مع سوسن الجملي ولا مع سوسن ولا مع واحد منهم ولا مع حتى حد، هذا تنشوفوه في قادم الايام. لكن العمل مازلت ما تحبش تقول لنا شنو الشيء اللي باش يكون موجود فيه؟ فما بعض الاقتراحات من عده اطراف قاعدين نشوفوه، وبشوي بشوي لازم نوصلوا الى الحقيقه. بشوي بشوي نوصلوا الى الحقيقه. من بين الحقائق هو المسيره المهمه اللي عملها فتح الهداوي، مسيره كبيره. باش نتعديو تو الفقره شخصيه ونرجع على اهم الفترات اللي تفكرهم فتح الهداوي في مسيرته الكل. لا في ان روز، لا في ان روز. ما شاء الله مسيرة سنوات عديدة النجاحات في تونس، خارج تونس، في العالم العربي. مسيرة قديش عمرها فتح الهداوي؟ مسيرة عمرها كبر منك. تبارك الله. قديش عمرك أنت سي محمد؟ ما دام حكمت لي هي كبر مني. عندك فكرة على عمرك؟ أنت عشريني. ما نظنش كان عمرك 40. فرحتني. 30. بين العشريني والأربعين. 30 معناها. 33 سنة. 33 أكثر شوية من 33 سنة. بسم الله ما شاء الله. لأنه بديت صغير بكل. نسبة رضاك على المسيرة هذه؟ صفا، كان ممكن يكون خير، كان ممكن يكون أقوى، كان ممكن يكون أشمل، كان ممكن يكون، إنما اللي عملناه هذاك هو اللي قدرنا عليه. On fait ce qu'on peut dans la vie. محاولات. يعمل اللي يقدر ينجم. لو تعطي تقييم للمسيرة تقول هوني أصبت، هذا القرار الصحيح عملته، مثلا قرار تقول وقت اللي خرجت من تونس، ولا كارني مشيت لمصر، ولا كارني مشيت للبلاصة الفلانية، قرارات كانت نجم تكون حاسمه في مسيرتك فتح الهداوي؟ القرارات لا يمكن انك تفصلها على السياق نتاعها والظرفيه نتاعها. لحد الان اللي صار هذاك هو، ما عنديش شعور لا بالندم لا بالغضاضة لا بالحسره على اي شيء. بالعكس، انا اعتقد اللي كنت عموما محظوظ اني التقيت في حياتي المهنيه بفنانين كبار، مخرجين كبار في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون، ومتعددي الجنسيات ومتعددي المآرب والمشارب الفنية، والتقيت ممثلين عظماء، موسيقيين كبار، وهذا في حد ذاته مثل بالنسبة لنا سعادة لا توصف وإثراء كبير. اللي خطر الدنيا أخذوا عطاء، لأنه أنا كيف نوليو أصدقاء أنا ميك، حتى كي نشرب قهوه مع بعضنا باش نتعلم منك، صح؟ من غير ما تخسر. فما ايشانج بالضبط، فما ايشانج. لا في اتيون ديالكتيك، اخذ وعطاء بين الناس. في هذا انا الحمد لله تنقلت من بين العديد من المدارس الفنيه، خدمت والتقيت مع العديد من الفنانين الكبار، وهذا بالنسبه لنا سعاده كبيره ياسر. هذا في حد ذاته سعاده وتتويج. باش نعملوا رحله بالصور، باش نوريك بعض الصور فتح الهداوي. كل تصويره قولي تتفكرها، تتفكر الحكايه معاها، أعطيني الظرفية اللي صارت فيها الصورة ذي. نبدأ بالصورة الأولى اللي باش نشوفوها تتسويت مع بعضنا. هذه طبعا هذه الصفائح من ذهب للنوري بوزيد، خلاص النوري بوزيد، ومع المرحوم هشام صديقنا، مع هشام رستم. هشام أخونا الله يرحمه، ربي يرحمه. عندك مع ذكريات فتح الهداوي هشام رستم؟ صديق هشام عندي مع ذكريات، قابلنا في زوز ثلاثة أعمال، وديما هشام نشوفه في الحياة اليومية وفي الخدمة بكل سرور، لأنه هشام مش هو صديقي، بوه صديقي زادة. بوه كان السنسور متاعنا في المعهد، كان الناظر متاعنا سي عمر رستم الله يرحمه، ربي يرحمه. وكان راجل مميز، لأنه أولا كان فماش لاعب معناتها ايبانجلي بارفيومي منظم هكا، يعمل يشعل شعلان، عينيه زرق كيما كنا نشوفوا هشام الله يرحمه، بو شعر ممشوط الدنيا. وكان سي عمر انا ما نتفكرش انه عاقب تلميذ، ما تفكرش مستحيل. دائما لطيف، دائما الى روندي ليزون، دائما يلقى حلول. فهذا استبغ على هشام، استبغ على هشام. هشام شخص لذيذ لأنه نظيف، مخه الله يرحمه، قلبه نظيف، روحه نظيفة، موجته نظيفة، ما عندوش الكلام الزايد على الناس، ما عندوش. خبر وفاته كان صادم بالنسبة ليك فتح الهداوي؟ تفاجأت الحقيقة، تفاجأت كما كل الموت هي ديما تعمل مفاجأة. كان صادم لأنه قبلها مش برشا تقابلنا،
وحكينا في مواضيع تخص الخدمة متاعنا. محب للحياة، مقبل على الحياة هشام رستم، وكان يخمم حتى في مشاريع أخرى. هشام ممتاز، مقبل على الحياة، ولكن في آخر عمره كان عنده ولا عنده اهتمام روحاني حسيت بالروحانيات، دخل في حاجة إن سبيريتواليتي باهية برشا، وحتى ريجيم أليمونتير أنه ما عادش ياكل اللحم نباتي ولا نباتي ولا كذا. فهشام ما نجمش نقول خسارة، لأنه كان واحد يقف ضد المشيئة الإلهية، إنما فقدناه، استفقدناه. مش تتوحشوا؟ متوحشينه ديما بينسوا في التعامل ولا؟ هشام محلير، وانت هشام كي يدخل البلاتو بتاع التلفزة ولا بتاع واحد يضفي روح من البهجة وروح من الحنان وروح من المحبة، قليل فين تلقاها، نادرة. وهذا الحقيقة من مميزاته، من الحاجات اللي تحتسب له اللي تميزه الله يرحمه. جنازته كانت تليق بمسيرته ولا باسم هشام رستم؟ جاءوا ناس، ولكن شو معناتها تليق؟ يلزم يكونوا فما الاف، ما نعرفش. انه جاءوا الناس، تعرف اللي انت وقتها زاد مانيش نلقى في اعذار للناس، لما اخر كوفيد مازالوا الناس متوجسين وخايفين وكل، لكن جاءوا الناس، جاء عدد محترم، جاءوا الناس اصدقائه اللي يحبوه. هذاك هو اللي صار، ربي يرحمه. تصويره اللي بعد فتح الهداوي نشوفوها مع بعضنا، وارجع معايا بشريط الذكريات، قل لي تتفكر التصويره هذه وين ولا لا. بطبيعه الحال شوقي زاد مفاجاه كبيره، الموت نتاعو شوقي الماجري، نحكي عن المخرج الكبير شوقي. احنا كبرنا مع بعضنا، هذا شوقي كبرنا مع بعضنا ملي احنا عمرنا 14 سنه نعرفوا بعضنا، وكبرنا مع بعض بأتم معنى الكلمة. من الناس اللي عندهم فضل على فتح الهداوي شوقي الماجري؟ ما نجموش نحسبوا هكايا، احنا عنا فضل على بعضنا، بالتالي ينتفي الفضل، ما عادش فهم الفضل، ما عادها كي سي با ان سي تيرم، لا مش بالمفردات هذه، انما احنا كما قلت لك كبرنا مع بعضنا لدرجة انه كنا نتقابلوا كل يوم الشباب متاعنا وبعض الناس الاخرين كيما سي طارق بن عبد الله مدير تصوير في ايطاليا، مدير تصوير كبير في ايطاليا، سي عادل القضاعي اذا مخرج رفيق درب، كان رفيق درب معنا الكلمه، ومشينا لسوريا وعملنا التجربه مع بعضنا الاولانيه في سوريا، الفضل يرجع لله ولسي ايمن زيدان اللي خذ ريسك انه ينتج مخرج عمره ما شاف عليه خدمه، عمره ما شاف حاجه عليه، خذ الى بري لو ريسك، انتجنا مسلسل الحقيقه خذ صدى كبير، هو تاج من شوك، تاج من شوك طبعا. وبعد استمر ما شاء الله شوك، وصار من الاعلام الكبرى ومن المخرجين الكبار في العالم العربي، وصار معناها مرجع. اكثر ذكرى تتفكرها معاه في التعامل معاه ولا في الحياه، حاجه ما تنساهاش؟ برشا ذكريات، لأنه سافرنا مع بعضنا ونرقدوا في ديار بعضنا وخدمنا مع بعضنا، كله ذكريات يعني، إيش باش نسمي لك، برشا ذكريات. ربي يرحمه شوقي الماجري. التصوير اللي من بعد نشوفه توتسويت مع بعضنا، هذا المسلسل كذلك يذكرني في حاتم علي اللي توفى في نفس البلاد وبنفس الأزمة القلبية، بنفس الطريقة اللي توفى بها شوقي. شوقي، والحقيقة أنه أنا أعتقد أنه عمار بيد الله، إنما مهنة الإخراج هي اللي قاتلة طبعا، ضغط كبير، ضغط الإخراج هو اللي يخلي إنسان يحمل يحمل يحمل، يعبي يعبي يعبي، ويجي أما منظني سي القلب ما عادش يحمل، هذا اللي صار بالضبط. تجربة فريدة، أبو سفيان في عمر، في عمر تجربة باهية، تجربة فريدة، غنية، وكانوا الدعائم الكبيرة متاعها توانسة زادة، أصدقائنا سي محمد المغراوي، كان محمد المغراوي دي أو بي طبعا، وكان منصف بن طالب هو المهندس الصوت والكاميرا أولادنا، وكان الفريق أغلبيته توانسة يعني، فهم ممثلين باهين زادة شاركوا في المسلسل هذا، وهو من أنجح المسلسلات في تاريخ الدراما. دور محوري في حياة فتح الهداوي هذا؟ من الأدوار الباهية اللي عملت عليهم كيف؟ من الأدوار اللي عملت عليهم كيف؟ أهم دور في مسيرتك لو تختار؟ ما فماش أهم، فما
بعض الفترات في أدوار كثيرة. فما المصطلح اسمه لورول فتح الهداوي الدور. نو ما فماش. نو يا با دو رول. صعيب تلقى رول. تلقى مثلا درج في هذا في مسلسل مثلا 30 حلقة فما درج بهين يعني درج ذاك اي تلمهم في مسلسل الاخر تلقى درايجي مسلسل الاخر تلقى دقيقة لكن مش تلقى دور من الاول للاخر سي ديفيسيل سي ديفيسيل دو تروفي سا. اخر تصويرة مع ممثلة كبيرة مسيرتها يعني واسمها فقط كي باش تشوفها باش تعرف على شكون نحكي. فاطومة. فاطومة بيان سور احنا فاطمة من الثمانينات نعرفوا بعضنا وانا في الواقع نعرفها حتى في المسرح المدرسي. وفاطمة فاطمة بن سعيدين. اي فاطومة عملنا على الاقل زوز ثلاثة اعمال مع بعضنا في مسيرة طويلة. عملنا عرب عملنا عوادة وعملنا عرب فيلم يعني عملنا حاجات وكنا متلازمين كذلك. هي صديقتنا وزوجها صديقنا. عصفور سطح زاد. عصفور سطح هي لا اي ما موجود في عصفور سطح ما تلاقيناش كشخصيات. ما لعبتوش مع بعضكم. فاطمة هايلة. فاطمة تبعت البوليميك اللي صارت على فاطمة بن سعيدين ليامات الاخرى. فهمت اللي هي هبط التصوير ما شفتهاش انا اللي اثارت بعض الجدل في وسائل. ثم اتضح لي مش هي هبطت كان لمشروع الخاص ثم التصويرة خرجت ما غير إرادتها والتجأت اليوم للقضاء. توا هذا وقت التسريبات. احنا في تنبك التسريبات. زمن التسريبات. زمن التسريبات بطبيعة الحال أنه الإنسان يلقى روحه في بعض الأحيان في تصويرة هو معهم مخمم أنه موجودة أصلا. وفي بروجي خاص قالت يعني موجود قالت في عمل خاص كان ما راني إلا التصويرة خرجته. اعتداء سافر بالنسبة لي أنا على خصوصية ولا وخيانة لقواعد العمل قانون اللعبة كي هو حاجة خاصة لوش تخرج فيها. علاش تخرج تصويرة بالطريقة هذه. فتح الهداوي اليوم فما أصدقاء في 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 الميدان. بطبيعة الحال فما أصدقاء. ما نجموش يكونوا بلاش أصدقاء. فما ناس. الناس اللي تقول اليوم الميدان في برشا نكران جميل برشا قلة معروف برشا غدرة قديش نسبة صحة الكلام هذا؟ ما نعرفش النسب لكن أنا نعرف شكونهم أصدقائي ونتعامل معهم وأنا منفتح لصديقة الجميع. أنا بفهم الناس نشوفهم كل يوم وصحابي ونقسموا حاجات مع بعضنا في الميدان هذا موجودين يعني موجودة صديق. الدنيا ما هيش مكهربة لدرجة أنه الإنسان يولي سكر على روحه وما عادش عنده لا يظلوا أصدقاء من الميدان ومن غير الميدان. وصاحب صنعتك مش عدوك؟ لا بالعكس صاحب صنعتك هو سيتون كومبليس. مش فاهمين الناس صاحب صنعتك شو معناها. ممثل قد ما يكون هو باهي في أدائه وفي خدمته قد ما يساعدني أنا خاطر هو يبهى هو نبهى أنا يعني إشانج كما أنا وياك نعمل في انترفيو قد ما أنت باهي قد ما أنا باهي صح. شو محلاني أنا ممتاز وأنت كاكا وبرا وتطلعتهم وأسألتك مش واضحة ولا العكس سيبا بون الريتم ما عادش فما الريتم ناسيون دو ريتم خاطر الناس يشوفوا عمل ما يشوفوش عمل متكامل. الدراما العربية فتح الهداوي اليوم ونحن حكينا على عمر وأبو سفيان من أهم الأدوار وشخصية كانت مهمة جدا. اليوم تعاود تستهويك تجربة المشاركة ولا أنك تكون حاضر في أعمال عربية؟ الأعمال العربية هي اللي خفت بصفة كبيرة من 2011 الحق لأنه بعد 2011 صار تحول كامل في العالم العربي. الربيع العربي هذا صارت ثورات في بلدان فالإمكانيات المادية اللي كانت تتحط في الأعمال هذه شحت شوية. علاش؟ لأنه الأولويات تغيرت فقط. إن شاء الله ترجع الأمور بشوية بشوية إلى نصابها ونقوم بأعمال عربية. يستهويك اليوم الأعمال العربية؟ أنا أحب الأعمال التاريخية. تحب الأعمال التاريخية؟ ركوب الخيل وكذا والسيوف وفيها جو يعني فيها روح متعة أخرى. متعة, متعة يعني. أخرى بالعربية تمثل بالعربية حاجة كبيرة ومش سهل فتح الهداوي تمثل بالعربية اليوم. يعني عندي معلومات برشا فنانين سقطوا في اختبار اللغة العربية. العربية يزمك تعرفها باش نجم تمثل بها. يفوز جوي أنا مش تعرف اللغة العربية كويزمك تعرف تمثل مش تبدأ ريك تحسها متركبة صح؟ هي راهو مش كل يعني فما فيها مشكلة لأنه برشا يعتقدوا أنهم يمثلوا بالعربية تدي كليشي. أما العربية عالم تمثل اللغة العربية حاجة. نعطيك عصا سحرية اليوم تضرب بها أي ورق يصبح عمل لي شخصية تاريخية تونسية يمثلها ويجسدها فتح الهداوي. شنو العمل اللي يختاره فتح الهداوي؟ شكون الشخصية اللي تحب تجسدها؟ شخصية تونسية. تونسية ثم شخصيات كبرت عليهم كبرت في العمر عليهم ما عادش نجم
فما شخصيات ما يشبهوليش فيزيكمون خاطر لا ريكونستيتيسيون معناتها إعادة تجسيد الشخصية وبناء الشخصية المعروفة يلزم الممثل يشبه برشا الشخصية ما كانش تفسد البيعة نجمش إذا كان تشوف مثلا مدى اقتراب الشكل والوجه نتاع بان كينغسلي من غاندي سي ايتونو تشوف مثلا شو اسمها ماري ستريب مع مارغريت تاتشر سي ايتونو احنا العرب بصفة عامة الموضوع هذا الثانوي فجيب ممثل قول اللي هو فلان ولا فلانة ويتعد ولكن اللي دوكيمون هو قانون قانون انا باش تعمل كونستيتيسيون يعني باش تعمل بورقيبة لازم تلقى ممثل شبه البورقيبة ما كانش في اقرب ما يكون صح يزم لا وماذا بيك فولا وقسم ثلاثني معناتها دو قود دو بالتالي ما نعرفش انا في الكونستيسيون هستوريك شكون اما نحب نكون اسم هكا يستهويك تمثله شخصية تاريخية تونسية خير الدين باشا ممكن لكن خير الدين باشا بدا اصغر بالكدا معناتها يلزم ثلاثة أربعة منهم أنا يعمل يعني خير الدين باشا إذا باش تبدا ملي عمره 12 سنة ولا 13 سنة توفاها كي مشى لاسطنبول ولا الصدر الأعظم وكذا فترة منها باش يكون فتح الهداوي ربما يستهويني كشخصية واضح. حلو برشا قبل ما ناخذوا فاصل فتح الهداوي معنا فقرة اسمها كبير الحومة هذا من كبارات الحومة اللي ما خلطتش عليه جيل أنا يحب يوجه لك بعض الأسئلة باش نتعداو له تو سويت كبير الحومة أهلا بخويا فتحي الغالي توحشتك يا فتوح ما شاء الله عليك اللي حبيته وحلمت به الكل عملته كان حاجة واحدة لقب سيد الوزير قل لي ساعة مازلت مهووس بالمنصب هذا ما غير ما تقول لي ليه نعرف اللي أمنيتك تكون وزير يحب يكون وزير فتحي الهداوي السيد هذا يخمم في بقعتي هو متأكد أني مازلت مهووس يعني ضمنيا انا مهووس وهذا مش صحيح اصلا السؤال مبني على باطل ها لا مش حكايه هوس ما عمري ما كنت مهووس بل بالعكس المسؤوليه السياسيه مشكله كبيره ياسر مشكله تقض المضاجع مش لعبه معناها وش نقول لك انا حسيت بنوع من السولاجمون كي الحكومه ما تعديتش كنت حسيت اللي الحمد لله اللي ما تعديتش بريمون ارتحت سولاجمون كبير ياسر يعني فتح الهداوي لا يطمح انه يكون وزير ما تطمحش هي الوزير مش خدمه ولا طموح الوزير مهمه مسؤوليه عندها بدايه وعندها نهايه وعندها اهداف وبرامج لازم تتحقق برامج سي فريمون سي فريمون تكنيك بوليتيك معناتها هي مهمه سياسيه فنية تقنية تقنية برامجية كونسيبتوال معناتها لازم يكون فيها تصور سيتو أكثر من هذا شنو اللي فهم فما أنك تعطي أوامر وتصحح في الباراف ولا تكون معروف أحنا ولا قب وزير زاد في حد ذاته المنصب وزير تقريبا فتح الهداوي يعني بالأرقام مش ما نغلطش فوق 80% من الممثلين اللي كانوا موجودين هوني وقت في فترة كان اسم فتح الهداوي ومتروح أنه يكون وزير كي نسأل تقول هل ترى فتح الهداوي وزير يقول أي نجم يكون فتح وزير لكن نطلبه منه ما يكونش وزير ويقعد فتح الفنان بلاستو كفنان أهم وأرقى وكل ضم صوتك للرأي هذا ولا تقول كان كنت وزير نجم نخدم الساحة أكثر من ضمن الحاجات اللي أكدت عليهم حتى كي حكيت مع الأطراف المعنية بالأمر أنه أنا لا يمكن أن أتوقف عن مهنة كممثل وزير ولا سفير ونمثل. طبعا لانه هذا ما ينفيش هذا اولا ثانيا طبعا انت كي باش تعطي وقت وخدمه المسؤوليه ماكش باش تقوم تعمل زوز وثلاثه مسلسلات في العام واربع افلام مستحيل لكن رمزيا لازمك تقعد موجود حاضر كممثل لانه هذا بالعكس هذا ما ينفيش هذا وهذا يقوي هذا يعني عندك توازن لازم تلقاه اليوم فما ممثل رئيس دولة زيلينسكي رئيس أوكرانيا مثلا ما توقف على التمثيل تفرق عندوش وقت ما عادش لكن ثم يوسوندور يغني وهو وزير السياحة أظن الآن في السنغال كان فما جيلبرتو جيل في البرازيل كان مغني وزير صحيح وزير فما في اليونان كذلك كان يعني هذا ما ينفيش هذا لو كنت وزير كنت نبقى ممثل وي واضح بيانسور حاجة هيلة السؤال الثاني الكبير الحومة نقعد مع المناسب يفتوح مدير مهرجان الحمامات ومن دراك مهرجان الحمامات البينوم ريجل خرجت رابح أكثر ولا خاسر أكثر
سادي بونش شنو القصد بالربح والخسارة، إنما تجربة ثرية كانت، تجربة مباشرة بعد 14 جانفي سميت في حكومة المرحوم سي باجي قايد السبسي، كان هو رئيس حكومة الوزير الأول سي عزيم باشاوش بارك الله فيه. نظن اللي عملنا خدمة باهية، لأن خدمة متاع تلم في حاجة تكاد تتفرت، وعودنا وقفنا المهرجان وعطيناه مع بمعية المجموعة، يعني مش وحدي أنا، عطيناه الألق متاعه مهرجان الحمامات ومركز البريق، رجع البريق ومركز ثقافي الدولي، حطيناه زاد السيول الأسيلات قدر الإمكان مع فريق مميز، وخدمنا كعائلة وخدمنا منيح أون كونيفونس مع سي عزيم باشاوش ومع سي المهدي المبروك. تبعت الحال منصب هكا فتح الهداوي يزيد العلاقة مع الممثلين وأهل الاختصاص ولا يعمل عداوات أكثر؟ هو يزيد، ولكن ينجم يعمل، والمفروض يزيد. معناته يزيد أنك أنت تكون في مقدورك تعطي فرصة ومش مزية للمبدعين، خاطر المركز الثقافي الدولي بالحمامات سي سبيسيفيك حاجة أنه يجيوا يعملوا دورات تدريبية عندك، أنه يجيوا يعرضوا في المهرجان، المسرحيين مثلا الموسيقيين وكل هذا شحاولنا نعملوه طيلة السنة، مش مربوط بالمهرجان فقط، طيلة السنة على طول العام إقامة يجيوا بحذانا وكل، وهذا هو هذا كيفاش عشنا أحنا كطلبة وكممثلين في المركز الثقافي الدولي بالحمامات، هذا كيفاش عشت أنا. فمن الضروري أنه هو يتسمى إقامة فنية، يعمل في إقامة فنية، يعني يصير فيه الخلق والإبداع والبروفات وكذا، بالعكس هو يوفر هالإمكانية هذه ويعاون ويساعد ويفتح أفاق ويفتح إمكانية التلاقي، خاطر يجيوا الناس من برا ثقافات أخرى آخره. إنما طبعا دائما في كل محفل كما هكا أو في كل مشاريع كما فما الناس الغضبانة لأنهم ما لقاوش كيفاش ولا مش عاجبهم، ولا يزم يكون غضبان كمبدأ معنا، يزم يكون مغش، فما حبيت يزم يكون مغش كمبدأ كيك عاجب يزم السباح يكون متغشش علينا. السؤال الأخير ذا اللي يقولوا لي مازال من كبير الحومة توتسويت. وختاما خويا فتحي، نهار السبت سمعتك تحكي ما شاء الله عليك، كلامك باهي ومقنع. حاجة بركة ما عجبتنيش منك، وقت اللي حكيت على عمل معاوية وتقول اللي المخرج طارق العريان ما خدمش مع اسم أكبر من فتح الهداوي. واحدة واحدة فتحي، أرجع معايا بالذاكرة شوية لعام 90. عام 90 بالضبط كي نقول لك فيلم الإمبراطور أكيد تتفكروا، بطولة أحمد زكي، رغدة، محمود حميدة، شكون المخرج وقتها؟ كملت. لا أنا قلت على سبيل الملحة، لأن نفس الكلام قلته مرة للحاتم علي في الجريدة، أنه أنا متأكد اللي أنا خدمت في حياتي مع مخرجين مهمين أكيد فيهم اللي أهم من حاتم علي، ولكن أنا مش متأكد اللي هو خدم مع ممثلين أهم مني. بصا جريدي كومسا على الفازة شو بونس كنس كل خير وبركة، وفي الواقع سي طارق ولا الله يرحمه حاتم علي، حاتم ومخرجين باهيين أثبتوا جدارتهم، ومن أولويات طبيعة مهنة المخرج أنه يختار الممثلين بتاعه، ما يلزمش واحد كاستينج يغضب كيما يختاروهش، معناه نو جي دي سا باش نضحكوا شوية. حتى كانت أولت بال لا ما كانش مقصود، ها والله كبير الحومة ها فهمها هكا، فهمها بالغلط وفورمولاها بالغلط، قدمولي بربي بعد كبير الحومة. فتح الهداوي مش مفاجئ ما يكونش موجود في العمل؟ ما نعرفش والله العظيم، مانيش ابو سفيان زعم عنده تاثير على هذا انه كنت موجود في العمل عمر. شوف 62 انتربريز ديفيرونت، 12 مؤسسات مختلفه، مخرجين مختلفين، كاستين مختلف، لانه اللي موجودين تو في معاويه ما نظنش كان فما شكون فيهم كان في عمر. ما نعرفش. طيب ما نظنش، لكن هذا شوف لو عمر مثلا خدم برشا ممثلين في الفاروق عمر بن الخطاب، وفهم ممثلين مهمين برشا ما خدموش، ما يلزمش يترشوا مثلا، ما خدمش
أيمن زيدان. أيمن زيدان ما كانش موجود. ما خدمش جمال سليمان. ما خدمش شو اسمه تيم حسن. ما خدمش اللي هما وقتها نجوم متلألئة كبيرة وما زالوا ما شاء الله. ربي يوفقهم جميعا. دونك هذه طبيعة الخدمة. عادي واحد ما يغضبش كي ما يكونش موجود. خليه اللي عندهم مبدأ يقوم صباح متغش خليه يغضب على روحه. ناخذوا فاصل صغير ثم نرجعوا نكملوا حوارنا في الجزء الأخير مع ضيف اليوم الممثل القدير فتح الهداوي. خليكم معنا فاصل وراجعين. الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم على راديو، مرحبا بكم جديد ناس كل قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم الجزء الأخير في حوارنا لليوم مع ضيفي الممثل القدير فتح الهداوي. توت سويت أليرت روج. أليرت روج. عشاق الدنيا على المسرح فتح الهداوي مش موجود، الأسباب ساعة أنت مازال سيارة يعملك في الجينيريك يزمنا لنا نولي نعمل والله يفرحني. لا لا يتقب يعني فلك يا محمد فلك دي مقريت ليه جاسي محلية 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 بالعكس جينيريك حلو تو تفطنت لي سيارة يعمل مقريت ليه جاسي نو 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 سي تري بيان يفولو غاردي باهي. زيدني بصوتك انت حاجات من بعد نزيدك انا ونكون فرحان ياسر. دونك عشاق الدنيا فتح الهداوي مش موجود. ما كان عندي التزامات اخرى ما نجمتش لانه كان عشاق الدنيا كان يطلب بروفات والتزامات الحقيقه وتواريخ مضبوطه وكل، وانا كنت في وضعيه ما تسمحليش نهائيا اني نلبي الالتزامات هذه. حتى باش تكون موجود على مسرح كرتاج في الافتتاح ما نجمش تكون موجود اذا ما برفتش قبل. اي ما كنتش نجم تلقى له الوقت. صعيب ياسر التزامات سابقة كانت وهم القرار تاخذ متأخر شوي الفالي بون الحظ ما سعفنيش أن يكون فاضي باش نجم نكون معه. بهو نوصل للناس اللي تقول فتح الهداوي خسروا المسرح التونسي، بعد على المسرح كاين ونسي المسرح فتح الهداوي أو تعال على المسرح. مفهوم الخسران والربع مش مفهميش. المسرح كيما ديما نقول في جانب مقدس شوية سكري يتطلب اون بريز ان شارج بارتيكولير، معناتها يلزم تفضي كل شيء تتلهى مدة طويلة في انك تتصارع مع عمل تفرغ كامل كأنك ترجع لكرشمك ترجع للموضوع. هذا لحد الان ما فماش حاجة تخليك تقوم بهذا بسهولة. ما فماش الاقتراحات اللي جاني الكل حس فيهم نوع من الهشاشة اللي ما معناتها ما يستاهلش. لو يكون فما عمل ايه بطبيعة الحال يعود فتح الهداوي للمسرح بيان سور. توحشت المسرح فتح الهداوي سامبل. هو المسرح راهو كيما نورمالمون المسرح هو الاصل اللي ديما احنا في مسرح، وكي واحد يحب يزيغ على الطريق المستقيم مش يعمل فيلم ولا يعمل مسلسل. نورمالمون هكاك احنا الغالب ما الدنيا والالتزامات خذات كما قلنا قبيله واحد الاختيارات ما مش الكل يتحكم فيها والوضع المسرح الحقيقي. يعني انا اخر مسرحية عملتها عام 2018 في فرنسا قبل الكوفيد بشويه بسيتي مون دني تروك. قبلها بسنوات عملت مسرحيه اخرى. هي هذوما مشاريع فيهم اغراء فني خرجين كبار يستهويك يشدك تقول لي برا خليني نعمل هي خليني نغرق نغرق في حكايه قوية برشا ونقطع مع الشوائب الحياة. هذا المفروض هكا اليوم ساعة ساعة واحد كما قلت لك مثلا يزيغ ولا مثلا يستهتر يمشي يعمل مسلسل يتهور يتهور. اليوم كي تشوف الوضع الفني اللي يعيشوه الفنانين في تونس مثلا انه يوصل فنان ممثل تونسي يختار الفرار ولا المفر ولا الهروب من تونس ويمشي يستقر في دولة أخرى بسبب مضايقات تعرض لها بسبب عمل متاعه عمل مسرحي. نحكي هوني على لطفي العبدلي مثلا انه يلقى روحه ما عندوش حتى خيار غير انه يخرج من تونس بسبب المضايقات اللي عاشها. هي في المحصلة اختيارات جاية من تراكم العديد من الاسباب، لكن ما نعرفش الى اي مدى هو مضطر على ذلك ام هو اختيار ام عنده شويه مجال باش يتصرف ويقعد وفضل هو انه ما نعرفش الحق التفاصيل. انما هذا يذكرني في الفنانين اللي هاجروا من سوريا كالعوام باش يهربوا من الحرب الاهليه، وذكرني
من الفنانين اللي هاجروا من الجزائر في العشرية السوداء باش ينجموا لانه مهددين وكل ان شاء الله ما نوصلوش لهذا. احنا على كل حال كثير تعتبروا انه كان وصل مجبر يخرج من تونس بسبب مضايقات عاشها. اي انسان مضطر يخرج من بلاده بسبب مضايقات عاشها هو موضوع خطير. وان شاء الله تونس ما نوصلوش انه نترك البلاد من اجل مضايقات صح سياسيه ولا مضايقات. تواصلت مع لطفي العبدلي مثلا؟ كلمته ليه؟ عندي مده ما تكلمناش، لكن قبل الصفاقس بشويه تكلمنا. قبل العرض تكلمنا؟ قبل العرض تكلمنا شويه باتصال مع بعض. بعد اللي صار لا ما بعد اللي صار لا ما تكلمناش. احصائيات اخرى تقول فما ما يقارب 6000 تونسي وصلوا لايطاليا بطريقه غير شرعيه في الاسابيع السته الاخيره. فتح الهداف، والله هذا موضوع مؤلم برشا، لاني انا وليت نشوف في عائلات يحرقوا مع بعض. عائلات البو والام والاولاد وكذا صغار نساء مثقفين عباد بخدمهم يخلي خدمته يحرق خدمته يمشي. يعني امر ستم فينومين بيزار عنده اسباب، انما ظاهره غريبه عجيبه ومؤلمه جدا. مؤلمه اي بيصير انك تاخذ البحر تبرون لو ريسك بالالاف الناس، ثم انك باش تمشي الغادي انا نسافر واحنا نشوف نتلاقاو مع الناس اللي حرقت. وضع مزري مش الجنة، وضع صعيب. لا لا مستحيل هي جنة مش الجنة، مش الجنة اللي تسوي معرض للجوع، معرض للمعرض للعنصرية للاضطهاد للعنف للاضطهاد للعنف كذا. ولكن رغم ذلك الاكل انفة والبريز دو ريسك هذيك يخليه يقول لك لا ما نرجعش يديا فارغ، لازم. وهذا بير ما يلقاه يعني ما يوفاش يدخل فيه سيد. ما يوفاش. ندعو الله السلامة وإن شاء الله ظروف بلادنا تتحسن. لو عندك رسالة لرئيس الجمهورية شنو تقول له فتح الهداوي؟ عندي رسالة، مش مسألة رسالة في كلمة، هي سي تان سوسي، معناتها حاملين هم كلنا بلاد كاملة. إن شاء الله نمشيوا لشاطئ السلام، وان شاء الله البلاد ما تدخلش في متاهات ما أطلع بها من سلطان. امين يا رب. لانه ما الناس ما يعرفوش معناتها مشاكل بين الناس في صح. بعضهم نون سي با سكو سي، احنا ما جربناش والحمد لله. ان شاء الله ليه ان شاء الله ليه وان شاء الله. وانا عندي نوع دائما من اليقين او من التفاؤل انه تونس تنجم تمس تمس القاع وما تقعدش اي تمس حتى لو بريسيبيس معناها، ولكن بفضل ولادها وبفضل النوايا الطيبه ديما نمنعوا، وصارت برشا مرات في تاريخ تونس. وان شاء الله ديما منعين، ان شاء الله ربي يعطينا الخير في قادم الايام. كل النجاح والتوفيق لفتح الهداوي في التجربه الاذاعيه هوني نهج تريبيونال، وكل النجاح والمواصلة البريق في مسيرة الكل وفي الأعمال القادمة. شكرا لك فتح الهداوي. شكرا، ربي يوفقك أنت سي محمد، أنا إن شاء الله نجاحك مستمر ومن حسن إلى أحسن إن شاء الله. الله يخليك، تحية ليك وتحية كل الفريق العامل، طارق حناشي هي بالغايب في الإعداد، عزة في الإخراج، إيمان وإم إف إم تي في. ما بقى لي كان نقول لكم نهاركم أسعد الأيام، تقابلوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد. نهاركم أسعد الأيام ويا مرحبا.